انتي بتعملي ايه يا ستي يا مفترية انت؟ اللي انتي شايفاه. وبقولك ايه؟ احترمي نفسك. دي رسومات البنات، حرام عليكي. في الزبالة. وانتي متحولة للتحقيق، اتفضلي. تحقيق تحقيق، انتي بتهددينا ولا ايه؟ طب احنا كمان هنختصمك قصاد معالي الوزير. وانتي ايه دخلك بقى بالموضوع يا ست سعيدة؟ انتي كمان. انا مسؤولة الصحة النفسية في المدرسة يا حضرة النظرة، واللي بيحصل ده ودموع البنات دول على مجهودهم طول السنة بيدمرهم نفسيا. طيب ماشي يا سعيد، خليكي وراها وحتشوفي انا ولا هي. نعم تحت امركم. انا مس سعيده، اخصائيه نفسيه في مدرسه العبور الاعداديه جنوب القاهره التعليميه، ومس نسمه مدرسه الرسم. والبنات عايزين نقابل السيد وكيل الوزاره عشان نحكي له بالظبط عن اللي حصل. ممكن اعرف انا الاول وهنقول له بامانه كل حاجه. واحنا ما نقابلوش ليه؟ ما تهدي يا استاذه شويه، وبعدين البنات دول سايبين مدرستهم ليه دلوقتي؟ ما احنا جايين لسيادته عشان البنات دول. طب هو مش موجود؟ عموما دي الشكوى مكتوبه، واسمح لنا نبقى نيجي نسال عليها كمان يومين. عن اذنك. هتدفعي كام؟ كام ايه يا واطي؟ ده انا تيتا يا ولد. ما انا عشان كده هعمل لك تخفيض. اه يا معفن، طلع لامك. عايز كام؟ خلص وقول. 100 جنيه بس. 100 عفريت لما يركموك. ليه؟ هتديني دكتوراه؟ هعمل لك حساب على فيسبوك، وهعلمك تعملي شات ازاي، وازاي تلغي على انك زهرة الوادي وعذراء الليل والحاجات دي. يخرب بيت عقلك، ايه اللي انت بتقوله ده؟ هموت واعرف انت طالب ولا تاجر مخدرات. طب قولي لي، عايز تتعلمي وتفتحي حساب ليه؟ وانا حاجي دغري معاكي. علمني الاول، علمني وانا اقول لك. اختصري. وانت ايه بس اللي سخنك كده؟ الله، هو اللي حكيته لك ده ما يسخنش؟ اقصد انك دخلت نفسك في مشكله ملهاش لزوم. هو احنا لما نشوف حاجه غلط ونسكت مش نبقى عاملين زي الشياطين؟ ما تحبكهاش قوي كده. عارف يا يسري عيبك ايه؟ ايه يا فيلسوفة؟ ان انت سلبي. سلبي ليه يا سعيدة؟ ان شاء الله. عشان لازم نبقى ايجابيين ويبقى عندنا جرأة في مواجهة الغلط. انا اسمي انصاف، الدكتورة نسا وولادة، معتزلة عشان اراها عيلتي. يعني اي حد عنده اي سؤال عن النسا والولادة انا تحت امر. ماما، يا ماما. استودعكم الله. ماما. ايه مالك ماما؟ ماما ماما عاملك الرضعة ولا دخلك الحمام؟ وانت مالك متعصبة كده ليه؟ انت اللي متصربع. وبعدين انت بتكلمي نفسك ولا ايه؟ ليه؟ مجنون انا بقطع في شعري. العفو، بس دخلت لقيتك بتتكلمي. ده الشات روم بتاعي. نعم يا حاجة. كلامي واضح مش كده؟ الشات روم بتاعي. وده من امتى ان شاء الله؟ وبعدين هو مين اللي علمك الكلام ده؟ حلوة الطيموف. ولهف مني 100 جنيه. لهف منك كام؟ 100 جنيه؟ ده انا هطين عيشته. اهو النبي، وهات لي فلوسي منه. فلوسك ايه؟ ده انا هقسمها معاه. وانا كنت بقول طلع لمين؟ كنت بقول طلع لامه قطريه طلع لك انت. نعم، نعم يا اخويا، عايز ايه؟ ركزي معايا بس. سعيده عملت مشكله كبيره قوي مع النظره. حتى جوزي اللي كنت فاكراه دكتوره ومتعلم ومثقف وبيمارس مهنه نبيله، طلع بياكل عيش وخلاص. وليه حكيتيله؟ يا نسمة، جوزك يعني سند. الموضوع مش اكل وشرب ونوم، انما افكار مشتركه ومصير واحد ومشريك حياتك. يعني ايه؟ جايز يكون خايف عليكي. يقول لي خايف عليكي وانا حسها من نظره عينيه، فلحفته عليا فقلقه الحقيقي، لكن مش نظام من خاف سلم، حاجه بجد محبطه. لا بقولك ايه، اجمدي، قدامنا مشوار طويل وتحقيقات ومعارك، مش ناقصه احباط خالص. كله هيبقى تمام. طب بقولك ايه، انا هقفل بقى عشان مروان وصل. ايه اللي عملتيه ده يا فنانة؟ عملت ايه؟ هو انا في حاجة تستخبى عليا؟ جوزك محامي صحيح، بس ليه مصادر؟ وقفتك قصاد النظرة ومروحك مع بناتك للوزارة. ايه ده؟ انت عرفت منين؟ الشؤون القانونية في الوزارة اصحابي، وبلغوني باللي حصل. ورأيك ايه؟ انا فخور بيك، ولو ما كنتيش عملت كده ما تبقيش نسمة اللي انا حبيتها. يا حبيبي، هو ده اللي انا كنت مستنياه منك. وعلى فكره الموضوع هياخد حجم اكبر من اللي هو فيه. يعني ايه؟ خدي بالك ان الميديا لو شمت خبر بتتحول لقضيه راي عام. جاهزه؟ طبعا، والاخر يوم في عمري. وانا معاك، هيترفع عليك قضايا ياما. مكتبي تحت امرك يا حبيبي. ربنا يخليك لي. يا نهارها اسود ومنيل، ما كل ده يطلع من سعيدة بنت فرج الأصفهاني وزارة ايه اللي تروحها؟ ده ممكن يتقبض عليها بتهمة التجمر. مش قوي كده يا انصاف. ولا اقولك ايه، ياريت ياخدوها ويحبسوها ونبقى خلصنا منها. ايه يا ماما الشر اللي انت فيه ده كله؟ يا بنتي،
هتفضل عبيط طول عمرك كده؟ ده مش نصحتها؟ نصحتها بس بقى مش عاجبها كلامي وقعدت تتفلسف وتعمل فيها مثقفة. خلاص اللي يشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه. بلدي دي قوي يا انصاف. اطلع بره يا واد، اطلع بره وسيبني ارجع تاني للشات بتاعي. عايزين حد يكلمنا، عايزين حد يستعيننا. ايه يا حضرات، في نبرات خرجوا من المدرسة امبارح من غير اذننا. حصل، وعندكم طبعا الف حق تصوروا على هذا التسيب والانفلات. اديك قلت اهو، حالا نجيب السيدة نصرة المدرسة وتتكلم معاكم. برافو عليك يا استاذ مخيمة، ده انت طلعت ايه مصيبة. عيب يا استاذتنا، احنا هنخلي شوية عيال زي دول يضحكوا علينا ولا ايه؟ ده أنا من امبارح وأنا نازل تسخين فيهم لغاية ما خليتهم يضربوا بناتهم في بيوتهم. ده غير بقى الكلام عن الانفلات والسمعة والذي منه. بقولك إيه، أنا هقوم هديهم بقى شوية علشان مش عايزة دوشة جوه المدرسة وخليهم يروحوا. لا يروحوا فين؟ أمال عايز نعمل إيه؟ يطلعوا من هنا دغري على الوزارة يقدموا شكوى في نسمة وسعيدة واللي عملوه. يا ابن اللذينة. اتفضل يا باشا. اتفضل يا هاني. ده ايه ده يا ابني؟ ده احدث مركز للاستشارات الزوجية في المنطقة كلها، الفلاير فيه عنوان واسم الخبيرة وان شاء الله هيبقوا مبسوطين. وزعت كل اللي معايا يا تيمو. خد دول كمان. بس احنا ما اتفقناش على كده يا تيمو. هزودك بارستين، ما تبقاش معفن. يلا اخلص الاشارة هتفتح. بقولك يا سعيد، الموضوع قلب بجد. في ناس من اصحابي كلموني من الوزاره وقالوا لي خلي مراتك تلم الدور. دور ايه اللي لمه؟ موضوع نسمه ده انسيه، خلينا بقى نعرف نربي الواد. اولا بالنسبه لتيمور خلاص عياره فلت، خلينا بقى نعرف نربي اولاد الناس على الحق والخير. وعياره فلت بقى دي مسؤوليه مين ان شاء الله؟ مش وقته يا يسري، لكن جايز اللي بعمله ده لما يفهمه تيمور يتعدل ويبقى بني ادم. بصي انا حذرتك بقى سعيده وانت حر. ما هو عشان انا حره هعمل اللي انا مقتنعه بيه. وزعت كله كله؟ ايوه، ايدك بقى على باقي العموله. مش لما اشوف رد الفعل يا اخويا. وانا مالي؟ لا مالك ايه؟ هتحتاجيني يا انصاف. انصاف حاف كده يا حيوان. اهلا يا ماما، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا تيمور؟ خدي اقري. ارى ايه؟ مركز استشارات زوجيه للاخصائيه دكتور انصاف معروف عليوه. يا نهار اسود.